قبضها من وقت معقول الحرامي اكيد الحرامي انت مين انت الجواب مين ابو محمد ضعيف عليك يا ابو محمد حرامي بعد سنين كلها تطلع حرامي انا طول عمري بعرف الرجال من اول نظره بس انت غشيتني يا ابو محمد مختار انا كنت شاكك فيه من زمان لاني شفته مره فايت على بيته بعد صلاه الفجر تاني مره شفته هربان وعم بيقوصوا عليه الضابطيه كان بايدك كيس مزبوط انكور لشوف انا الحق علي اني ما سلمتك للكراكون بس خفت لاكون ظالمك مشان هيك خبيت علينا اصلك وفصلك يا ابو محمد لا يا مختار لا مو مشان هيك انت اللي سرقت دكانه ابو صلاح وذهبات ابو نجيب لا لا ويشهد علي ربي ورجيني لشوف شو في بهالكيس مين المعتر اللي سرقته اليوم هات لشوف شو لك شو مدني نفسك ازبله شو ازبله ابو محمد شوي الخضرة المنزوعة والعظام احكي ليش خايف انا يا مختار عندي حريمات بدهم ياكلوا وعندي بنت مريضة بالهواء الاصفر ومن شان هيك صار لي شهر ما فتحت دكانتي وما فاتت على جيبتي ولا مارة كل يوم بهالليل بطلع على الحارة وبلم الخضرة البيتي من قدام دكانة الخضري والعظام من قدام دكانة الفخري وباخدهم لحربتي مشان تطبخهم وطعميهم لهالحريمات أبو محمد الله يلعن الشيطان أخي أنا ظلمتك مشان الله سامحني يا باطل حارة عياش في ناس تاكل من الزبالة بس انت غلطت يا ابو محمد كان لازم تجي لعندي وتحكي لي عن وضعك ما بقدر يا مختار والله صعبه صعبه كتير انا بحياتي ما كسرت نفسي لحدا لا يا ابو محمد عمك ابو وضاح مثل اخوك الكبير طول عمره ساتر الحاره بعد رب العالمين مسي خالي اوعى تقول لا لا بترجاك يا مختار أبو محمد اعتبرهم أرضى وبس تفتح دكانتك والله يعافي لك بنتك وترجع لي إياهم عمي خذوا ما في أشي مثل ما قال لك أبو وطاح أرضى وفا كتر خيرك يا مختار خير الله يا ابني وخصيمك الله إذا بتحتاج شي وما بتشيل عندي كتر خيرك اسمح لي لحظة أبو محمد تاخذ الاغراض معك خلي الحريمات ياكلوا لا والله يا مختار انا هدول اخذتهم لانهم دين بس هدول ما بقدر ابو محمد تاخذهم الله يسلم هالايدين يا ابن عمي ابن عمي ما قلت لي شو بدي لك لمين اعطيت اغراض المونة لصاحبين النصيب يرضى عليك لا تسألين عن هيك شغلات مرة تانية هذا الكيس فيه بلغم هاي الطاسة شو فيها وهي قاورمة يا بنات وهي جبنة وهي كيس الخبز روح إلهي يعمر بيتك يا أبو وضاح ويكتر خيرك يا بنات اليوم رح تتعشوا أمي اليوم رح تعبوا بطنكم إلهي إلهي يرزقه للي رزقنا يا رب آمين يا رب ليك يا بديعة يكون بعلمك هدول دين برقبتي وبكرة بس الله يفرجها لازم ردون وكمان المختار في إله برقبتي 3 ليرات ذهب
الدنيا فيها موت وحياة يا بنت الحلال. هدول لازم يرجعوا للمختار، إن كنت عايش وإن كنت ميت. بعيد الشر عن قلبك، بس يا حسرة من أين نجيب 3 ليرات ذهب؟ بيفرجها الله، بيفرجها الله. الأيام جاية ولا ما يظهر الحق، وقت لك الحادث حديث. أنو حق ابن عمي؟ لا ولا شي ولا شي، بس أنا في لي حق عن جماعة وإلا ما أخده. أخ أخ منك، لإمتى بدك تضل تخبي عني؟ لحتى يقول الأوان لأم طعمي هالطفلة. يلا يا عمو، تعالوا تعالوا شوي، تعالوا مسكي مسكي. ايه ابن عمي جاية جاية. شو ابن عمي؟ دلال فيها شي؟ لا ما فيها شي، لسات على حالها. لكن ليش ناديتني؟ خدي الدابة بيعيها وشوفي شو بدك تجيبي أغراض للبيت، فواكه خضرة لحمة، شوفي البنات شو لازمون أواعي وجيبي لهم. لا ابن عمي هاي ضبة، أنت اللي جبتهم مبارح بيكفونا هلأ. لا بتبيعيها وبتعملي مثل ما عم قلك. روح إلهي يفرجها عليك ويرزقك بحسنتها يا رب. وجيبي لك شيرتين بطاطا، بلكي مسلق لها ياهن لدلال وبتاكل. ماشي ابن عمي ماشي. الحق علينا يا ودهام، كان لازم نبعت لحليم يعملوا زيارات ويشوفوا الناس بالحارة كيف عايشة. والله الحق معك يا ابو الضاح، شلون فاتتنا هي؟ لأنه مثل ابو محمد في متايل يا ودهام، ناس عايشة بالقلة بس نفسها عزيزة وما بتمد ايدها لحدا، وهدول اللي الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا فيهم. عليه الصلاة والسلام. يعني هدول يا أبو أدهم اللي بيستاهلوا إنه نحن نساعدهم. والله معك حق يا أبو الضاح، صدقني مبارح حسيت إنه في سكاكين بقلبي عم تقطع فيه من وراء المسكين. أبو أدهم ما بدي وصيك، اللي صار ما بدي حدا يدري فيه، وأنا أبو محمد رح خصص له كل شهر من جيبتي مبلغ على بني إنه دين، وما راح أخده من صندوق العضوات لأنه ساعتها راح يدروا، وبخاف يوصلوا خبر إنه هن دريوا يقوم ما يرضى ياخد. طول عمرك كبير أبو الضاح، قول وفعل. الله يجزيك الخير ويزيدك من نعيمه ويديمك لهالحارة ولكل أهل الحارة. الله يعزك يا ودهم، الله يعزك. بسم الله الرحمن الرحيم. لك شو وين راحت هالبنت؟ بديعة! لك يا بديعة! لك يا بديعة! بديعة! شو وين دلال ابن عمي؟ صار لها شي؟ تعالي تعالي شوفي هالشوفي. دلال يا امو دخيلك يا ربي. فقت يا بي؟ فقت يا امو؟ انا اشطر منكم، فقت قبل منكم. تقبريني ان شاء الله. يا ربي دخيلك يا ربي دخيل اسمك، الف حمد وشكر لك يا رب. الحمد لله يا رب. لك انا بحلم ولا بعلم يا بديعة؟ بعلم ابن عمي بعلم. يا بنات يا امو تعالوا شوفوا اختكم، تعالوا شوفوا دلال. انا شفت لكم هالبنت عم تركض بارض الديار، ما صدقت حالي، لك طار عقلي من الفرح. ناديتها لحرمتي سالتها انا بحلم ولا بعلم؟ الحمد لله. تفضلوا تفضلوا تحلوا. والله قومت هالبنت بالسلامه تسوى الدنيا. يعني عليك يا الضياف يا صلاح، ان شاء الله الله يطعمنا على الصلاح وندرن علي لوزع الضيافه بايدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شايف الحلاوه دايره. تفضل ابو الخير تفضل. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا ابو خيرو. الحمد لله الحمد لله، الله من فضله شافنا هالبنت وعافاها. بعرف من زمان كان لازم تسمع نصيحتي. ما قالوا لك شو كان معها؟
شو بيعرفني؟ ما سألتهم. كانت الخستخانة مليانة عساكر مجروحين جايبينه من الجبهة. أيوة. أنا سألته للحكيم. إيه شو قال لها؟ بسيطة شغلتها، شوية التهابات بقى معاه ومصارينا. إيه والله من الأول أنا قلت لكم هالحكي. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من أول بتضل الخير والبركة يا أبو صفوان. الله يخلي لي إياك.